ديانا أميرة ويلز. ديانا فرانسيس سبنسر كانت الزوجة الأولى لتشارلز أميري ويلز، وهو الابن الأكبر والوريث الظاهري للملكة إليزابيث الثانية. ولدت ديانا في عائلة سبنسر الإنجليزية النبيلة التي تعود لأصول ملكية تلقب بالشرفاء. كانت المولودة الرابعة والابنة الثالثة لجون سبنسر، الإيرل الثامن والشريفة فرانسيس تشاند كايد. ترعرعت في بارك هاوس بالقرب من مقاطعة ساندرينغهام، وتعلمت في إنجلترا وسويسرا. وبعد أن ورث والدها لقب إيرل سبنسر، حصلت ديانا على لقب الليدي أي السيدة سنة 1975. عقد زفافها على أمير ويلز في 29 يوليو 1981 في كاتدرائية القديس بولس، وقد لاقى إقبالا جماهيريا على التلفاز، إذ وصل عدد الجماهير إلى 750 مليون مشاهد. وفي أثناء زواجها حملت ديانا عدة ألقاب كأميرة ويلز، دوقة كورنول، دوقة روتساي، كونتيستا تشيستر، وبارونة رينفرو، وأنجبت ولدين هما الأمير ويليام والأمير هاري، وهما في المركز الثاني والخامس لتولي العرش البريطاني على التوالي. وبصفتها أميرة ويلز فقد تولت ديانا واجبات ملكية ونابت عن الملكة خارج البلاد، ولقد عرف عنها دعمها للأعمال الخيرية وخاصة الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية. وتولت منذ عام 1989 رئاسة مستشفى غريت أرمونت ستريت للأطفال، بالإضافة لعشرات من الأعمال الخيرية الأخرى. وكان جمالها وجاذبيتها جعلها محط اهتمام الإعلام العالمي أثناء زواجها وبعده، إذ انتهى زواجها بالانفصال في 28 أغسطس 1996، وتوفيت عقب حادث تصادم سيارة الذي تلاه حزن شعبي شديد. ولدت ديانا في الفاتح يوليو 1961 في منزل بارك بمقاطعة ساندرينغهام نورفولك. كانت المولودة الرابعة من أصل خمس أبناء لجون سبنسر من زوجته الأولى فرانسيس في كونتيسة ألثورب. وارتبطت عائلة سبنسر بالعائلة الملكية ارتباطاً وثيقاً لعدة أجيال، إذ كانوا يأملون في صبي يحمل اسم العائلة ويستمر بالسلالة. وظلوا أسبوعاً دون أن يختاروا اسماً للمولودة إلى أن استقروا على اسم ديانا فرانسيس تيمناً باسم والدتها، وكذلك ديانا روزيل دوقة بيدفورد قريبتها من بعيد التي عرفت بليدي ديانا سبنسر قبل الزواج. وكانت أيضا أميرة محتملة لويلز. في 30 أغسطس 1961 تم تعميد ديانا في كنيسة القديسة ماري ماغدالين بساندرينغهام على يد الكاهن بيرسي هيربرت. آباؤها الروحيون هم جون فلويد رئيس مؤسسة تريسي للفنون وصديق والدها، وألكسندر غليمور قريب والدها، والليدي ماري كولمان قريبة الملكة إليزابيث الأم، وسارة برات صديقة وجارة والديها، وكارل فوكس صديق وجار والديها. لدى ديانا ثلاث أشقاء هم سارة وجين وتشارلز. كان لديها أيضا أخ شقيق طفل يدعى جون، لكنه توفي قبل مولدها بعام. ولقد أدت الرغبة في الحصول على وريث إلى ضغط شديد على زواج عائلة سبنسر، فقد تم إرسال ليدي سبنسر مرات عدة إلى عيادات شارع هارلي في لندن لتحديد سبب المشكلة. وقد وصف تشارلز شقيق ديانا الأصغر هذه التجربة في مذكراته بالمهينة، وكان وقتا عصيبا لوالدي، وعلى الأرجح سبب طلاقهما لأنني أظنهما لم يتخطيا الأمر. وترعرعت ديانا في منزل بارك بالقرب من مقاطعة ساندرينغهام. كانت ديانا في عامها الثامن حين انفصل والدها، وبعدها أقامت والدتها علاقة مع بيتر تشان كايد. ويصف مورتون في كتابه تذكر ديانا للورد ألثورب حقائب كبيرة في السيارة، وليدي ألثورب وهي تعبر الفناء بغضب مبتعدة عن بوابات منزل بارك. عاشت ديانا مع والدتها في لندن خلال فترة الانفصال، أما في عطلات الميلاد رفض لورد ألثورب أن تعود ليدي ألثورب إلى لندن مع ديانا. بعد ذلك بفترة قصيرة حظي لورد ألثورب بحضانة ديانا بدعم من حماته السابقة روث روشتي بارونة فيرموني. تلقت ديانا تعليمها الأولي في مدرسة ريذلسوورث هول بالقرب من ديرس نورفورك، ثم التحقت بمدرسة داخلية تدعى المدرسة الجديدة بويست هيث. وفي 1973 بدأ لورد ألثورب بعلاقة مع راين كونتيسة دارتموث، وهي الابنة الوحيدة لألكسندر موكوردال وباربارا كارت. صارت ديانا تعرف بليدي ديانا بعد أن ورث والدها لقب إيرل سبنسر في العام 1975.
على الرغم من عدم الود بينها وبين ديانا، تزوجت ليدي دارث ماوث لورد آرثورب سبنسر في كاكستون هول في لندن عام 1976، وعرف عن ديانا خجلها أثناء نشأتها، لكنها اهتمت بالموسيقى والرقص فمارست الباليه الكلاسيكي، كما اهتمت كثيراً بالأطفال. انتقلت إلى لندن بعد أن أنهت دراستها التجهيزية في مدرسة أنستيتيوت ألفين فيدمانت في سويسرا. بدأت العمل مع الأطفال إلى أن أصبحت معلمة حضانة في مدرسة يونغ إنجلند. بالطبع لعبت ديانا مع الأميرين أندرو وإدوارد وهي طفلة حين استأجرت عائلتها منزل بارك، وهي أحد ممتلكات الملكة إليزابيث الثانية ويوجد في مقاطعة ساندرينغهام. في عام 1968 التحقت ديانا بمدرسة ريدرز وورث هول، وهي مدرسة داخلية للبنات. حين كانت صغيرة التحقت بمدرسة محلية عامة، لم تكن نابغة في الدراسة، وانتقلت إلى مدرسة ويست هيث للبنات التي عرفت لاحقا بالمدرسة الجديدة بويست هيث في سيفينوكس في كينت، حيث عرفوها طالبة بسيطة حاولت ورسبت مرتين في أحد الاختبارات، ومع ذلك أظهرت مهارة واضحة في الموسيقى بصفتها عازفة بيانو. حازت على جائزة تقديرية من ويست هيث والتحقت بمدرسة أنستيتيوت 2000 لفترة قصيرة، وهي مدرسة تجهيزية في روغمونت في سويسرا. في ذلك الوقت قابلت زوجها المستقبلي للمرة الأولى، والذي كان في علاقة مع أختها الكبرى سارة آنذاك. برعت ديانا أيضا في السباحة والغوص، وأرادت أن تحترف الباليه في مؤسسة الباليه الملكية. درست الباليه خلال سنوات طفولتها ومراهقتها، ثم ازدادت طولا مما تعارض مع متطلبات المهنة. في عامها 17 عملت لأول مرة مربية لألكساندرا، ابنة الرائد جيريمي وايتكير وزوجته فيميبا في أرضهما. كان ويليام شقيق فيليبا صديقا مقربا لديانا. انتقلت ديانا إلى لندن عام 1978 وعاشت في شقة والدتها، حيث كانت والدتها تقضي معظم أيام العام في اسكتلندا. بعد ذلك بفترة قصيرة حصلت ديانا في عامها 18 على هدية ميلادها، وهي شقة بقيمة 100,000 يورو في كوليدن كورت. عاشت هناك حتى 1981 مع 3 زميلات سكن. في لندن تلقت ديانا دروساً متقدمة في الطهي بناء على اقتراح من والدتها، مع ذلك لم تكن قط طاهية محترفة. عملت مدربة رقص للشباب إلى أن توقفت عن العمل 3 أشهر بسبب حادث تزلج. عندها وجدت وظيفة مساعدة للعب الجماعي في مدرسة تمهيدية، وقامت بأعمال التنظيف لأختها سارة والكثير من أصدقائها، كما عملت مضيفة في الحفلات. أمضت ديانا بعض الوقت في وظيفة مربية لعائلة روبرتسون، وهي عائلة أمريكية تقيم في لندن، كما عملت مدرسة حضانة في مدرسة يونغ إنجلند. زواجها من أمير ويلز. سبق للأمير تشارلز أمير ويلز أن ارتبط بليدي سارة، وهي شقيقة ديانا الكبرى، وقد تعرض للكثير من الضغوطات للزواج في أوائل الثلاثينيات من عمره. عرف أمير ويلز ديانا منذ نوفمبر 1977 حين كان يواعد ليدي سارة، لكنه اهتم بها جدياً كعروس محتملة خلال صيف 1980 حين كانا ضيفين في أحد العطلات في الريف، حيث شاهدته ديانا يلعب البولو. تطورت علاقتهما بعد ذلك، حيث دعاها لعطلة بحرية إلى كاوز على متن اليخت الملكي بريطانيا، ثم ألحقها بدعوة إلى بالمورال مكان إقامة العائلة الملكية في اسكتلندا، لتقابل عائلته أثناء أحد العطلات في 1980. وقد أشارت إليها قائلة: لقد حظيت بعطلة رائعة. حظيت ديانا بترحاب بالغ من الملكة ودوق إندنبرغ والملكة إليزابيث الأم. بعد ذلك توددا إلى بعضهما في لندن. تقدم الأمير لها في 6 فبراير 1981 ووافقت ليدي ديانا، لكن ظلت خطوبتهما سراً في الأسابيع القليلة التالية. أعلنت خطبتهما رسمياً في 24 فبراير 1981، بعد أن اختارت ليدي ديانا خاتماً يتكون من 14 أنماسة تحيط بياقوتة بيضاوية زرقاء اللون، عيار 12 قيراطاً مثبتة في خاتم من الذهب الأبيض، عيار 18 قيراطاً مشابهاً لخاتم والدتها. صنع الخاتم على يد صائغي محل جيرارد صانعي المجوهرات الملكية. في ذلك الوقت وعلى عكس خواتم الأسرة الملكية، لم يكن الخاتم فريداً من نوعه، بل كان ضمن مجموعة مجوهرات جيرارد. في 2010 انتقل الخاتم إلى كاثرين دوقة كامبرج، وقام صانع المجوهرات حول العالم بتقليده،
بعد الخطبة تركت ليدي ديانا عملها في الحضانة وعاشت في منزل كلارنس، ثم في منزل الملكة الأم لفترة قصيرة. وهبتها الملكة الأم أيضاً ياقوتة زرقاء ودبوساً ماسياً هدية الخطبة. عاشت ديانا في قصر باكينغهام حتى الزفاف. كان أول ظهور عام لها مع الأمير تشارلز في حفل خيري في مارس 1981 في جولدن سميث هول، حيث قابلت الأميرة جيرس أميرة موناكو. أصبحت ديانا ذات 20 عاماً أميرة ويلز حين تزوجت أميرة ويلز في 29 يوليو 1981 بكاتدرائية القديس باول التي كانت أوسع من كنيسة ويستمنستر، واستخدمت عادة في حفلات الزفاف الملكية. كان زفافاً خيالياً تابعه 750 مليون مشاهد على التلفاز، بينما اصطف 600 ألف شخص في الشوارع لمشاهدة ديانا في طريقها للاحتفال. كانت أول سيدة إنجليزية تتزوج وريثة للعرش البريطاني منذ 300 عام، حين تزوجت آن هايد الملكة المستقبلية جيمس الثاني الذي انحدرت منه ديانا. أثناء تلاوة النذور عند مذبح الكنيسة أخطأت ديانا في ترتيب اسمي تشارلز الأولين قائلة فيليب تشارلز آرثر جورج، لم تقل أنها ستطيعه كما هو متعارف عليه في النذور. لقد ترك هذا الجزء بناء على طلب الزوجين، مما أدى إلى بعض التعليقات وقتها. ارتدت ديانا ثوباً بقيمة 9000 يورو طول ذيله 25 قدماً، أي 7.62 سنتيمتراً. عزفت الموسيقى والأغاني خلال الزفاف. قضى أمير ويلز وأميرة ويلز جزءاً من شهر العسل في منزل عائلة ماونت باتن في برود لاندرز، قبل أن يسافر إلى جبل طارق ليلحق باليخت الملكي بريطانيا في رحلة بحرية استغرقت 12 يوماً في البحر المتوسط حتى مصر. كما زار أيضاً تونس وجزيرة ساردينيا واليونان، وأنهيا شهر العسل في بالمورال. بعدما أصبحت أميرة ويلز اكتسبت ديانا رتبة ثالثة أعلى نساء مرتبة في المملكة المتحدة بترتيب الأسبقية بعد الملكة والملكة الأم، وبالتالي خامس أو سادس الرتب بالنسبة لباقي أعضاء العائلة الملكية بعد الملكة ونائبها ودوق إندنبرغ وأمير ويلز. بعد الزفاف بعدة سنوات أهدت الملكة بعض الأشياء لديانا كي تؤكد عضويتها في العائلة الملكية، فأقرضتها تاجاً ووهبتها وسام العائلة الملكية الخاص بالملكة إليزابيث الثانية، وهو وسام تمنحه الملكة إليزابيث لسيدات العائلة الملكية فحسب. أمير وأميرة ويلز بعد زفاف دوق ودوقة يورك عام 1986. بعد الزفاف صار للعروسين عدة أماكن للإقامة في قصر كينغستون ومنزل هاي جروف بالقرب من تيتبوري. في نوفمبر 1981 تم إعلان خبر الحمل الأول للأميرة، وناقشت حملها بصراحة مع الصحفيين. انزلقت الأميرة ديانا على السلم في ساندرينغهام في يناير 1982 وهي في الأسبوع 12 لحملها، مما أدى لاستدعاء طبيب النساء الملكي سير جورج بينجر. على الرغم من إصابتها بكدمات شديدة لم يصب الجنين بأذى. في الجناح الخاص بمشفى القديسة ماري في بادينغتون في لندن في 21 من يونيو عام 1982 وتحت رعاية الطبيب بينكر، أنجبت الأميرة بصورة طبيعية الإبن والوريث الأول لها ولتشارلز، وأسموه ويليام آرثر فيليب لويس. وسط انتقادات الإعلام قررت ديانا أن تأخذ ويليام الذي كان لا يزال طفلاً في جولتها الأولى إلى أستراليا ونيوزيلندا، لكن لاقى هذا القرار استحساناً جماهيرياً واسعاً. اعترفت أميرة ويلز بعد ذلك أنها لم تقرر أخذ ويليام منذ البداية إلا بعد أن اقترح ذلك مالكوم فريزر ورئيس الوزراء الأسترالي. بعد ولادة ويليام بعامين أنجبت مولودها الثاني هنري تشارلز ألبرت ديفيد في 15 سبتمبر 1984. أكدت ديانا أنها والأمير كانا مقربين للغاية خلال حملها في هاري، وهو الاسم الذي اشتهر به الأمير الصغير. كانت على الرغم أن مولودها الثاني صبي، لكنها لم تخبر أحداً بما في ذلك أكير ويلز. انتشرت ادعاءات مريحة أن والد هاري ليس تشارلز وإنما جيمس هيوبيت الذي كان على علاقة بديانا، استناداً إلى الشبه الجسدي بين هاري وهيوبيت، لكن هاري قد ولد بالفعل في الوقت الذي بدأت فيه علاقة هاري وديانا.
أرادت ديانا أن يحظى ولداها بخبرة أكثر من المعتاد مقارنة بأطفال العائلة الملكية، فأخذتهم إلى مدينة الملاهي ديزني لاند الشهيرة ومطاعم ماكدونالدز وعيادات الإيدز وملاجئ المشردين، كما اشترت لهما أشياء المراهقين المعتادة مثل ألعاب الفيديو، حتى أشرس ناقديها اعترفوا أن أميرة ويلز هي أم مخلصة وواسعة الأفق وحنونة، وكانت نادراً ما تعتمد على الأمير أو العائلة الملكية حين يتعلق الأمر بالطفلين، بل كانت عنيدة للغاية، فلقد أسمتها بنفسها وصرفت المربية الملكية وعينت أخرى من اختيارها، كما اختارت مدارسهما وثيابهما، فكانت تنظم مظهرهما العام وتأخذهما إلى المدرسة بنفسها كلما سمح جدول مواعيدها بذلك، بل حتى كانت ترتب واجباتها العامة حسب جدولهما. بعد زواجها من الأمير تشارلز، انخرطت ديانا سريعاً في الواجبات الرسمية للعائلة الملكية. كانت أولى جولاتها مع أمير ويلز هي زيارة لمدة 3 أيام إلى ويلز في أكتوبر 1981. في 1982 رافقت ديانا أمير ويلز إلى هولندا ونالت وسام الصليب العظيم من الملكة بياتريس ملكة هولندا. أما أولى زيارات الأميرة الفردية عبر البحار كانت في سبتمبر 1988، حيث نابت عن الملكة في جنازة الأميرة غريس أميرة موناكو في 1988. رافقت الأمير في جولة إلى أستراليا ونيوزيلندا مع الأمير ويليام، حيث قابلوا السكان الأصليين للبلاد الذين احتفلوا بالزوجين عن طريق جولة تقليدية بالمركب وهدايا تعبر عن حضارتهم. في يونيو حتى يوليو 1983 قام الأمير والأميرة بزيارات رسمية إلى كندا من أجل الاحتفال الرسمي بألعاب الجامعات العالمية والاحتفال بالذكرى 400 لاستيلاء السير هامفري جيلبرت على المستعمرة البريطانية نيوفاوندلاند. في فبراير 1984 سافرت إلى النرويج من تلقاء نفسها لحضور عرض كارمن من آداء فريق مدينة لندن الذي كانت ترعاه. قام ولي عهد النرويج هارالد وزوجته سونغا باستقبال الأميرة ديانا في مطار فورنيبو. في أبريل 1985 زار أمير وأميرة ويلز إيطاليا وانضم إليهما الطفلان الأمير ويليام والأمير هاري. قابلا الرئيس أليساندرو بيرتيني وأسقف الكنيسة، كما حظي بمقابلة خاصة مع البابا جون بول الثاني. في نوفمبر 1981 زار الزوجان الولايات المتحدة وقابلا الرئيس رونالد ريغان وزوجته السيدة الأولى نانسي ريغان في البيت الأبيض. كان عام 1986 حافلا بالأعمال بالنسبة لديانا، فقد ذهبت مع أمير ويلز في جولة إلى اليابان وأندونيسيا وإسبانيا وكندا. أهدت اليابان لديانا كيمونو من الحرير بقيمة 40,000 دولار، وكجزء من عملها الإنساني زارت أميرة ويلز ملجأ الأطفال المعاقين التابع للصليب الأحمر في طوكيو. أحد الزيارات الرسمية لأمير وأميرة ويلز كانت إلى القصر الإمبراطوري في طوكيو، حيث أعد الإمبراطور هيروهيتو مأدبة رسمية على شرفهما. في إسبانيا قام طلاب الفنون والموسيقى بتحية الزوجين في جامعة سالامانكا. كان تشارلز وديانا صديقين مقربين للملك خوان كارلوس وعائلته. اعتاد الزوجان قضاء عطلة الصيف في مايوركا وهي وجهة مفضلة للعائلة الملكية. في عام 1983 أخبرت رئيس وزراء نيوفاوندلاند بكندا آنذاك أنه من الصعب عليها تحمل ضغوط كونها أميرة ويلز، لكنها تحاول التأقلم مع ذلك. اشتهرت الأميرة بكونها أول فرد من العائلة الملكية يتعامل مع ضحايا مرض الإيدز ويساعد على إصلاح سوء الفهم المنتشر عن هذا المرض. افتتحت مركز لاند مارك للإيدز في جنوب لندن في أواخر الثمانينيات حين ظن الناس أن الإيدز ينتقل عن طريق اللمس المباشر. جلست على سرير أحد المرضى وأمسكت يده. حين تم سؤالها عن ذلك قالت إن الإيدز لا يجعل معرفة الناس خطراً، يمكنك أن تمسك أيديهم وتعانقهم. وعلى الرغم من ذلك رفضت الملكة ما تفعله ديانا مع مرضى الإيدز والجدام، وأخبرتها أن تقوم بأمور أكثر إسعاداً في أعمالها الخيرية. ناشدت الأميرة الأمم المتحدة الدول التي أنتجت وخزنت كمية كبيرة من الألغام الأرضية، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند، كوريا الشمالية، باكستان وروسيا، بتوقيع معاهدة أوتاوا التي تحظر إنتاجها أو استخدامها، وذلك وفقاً لما تضمنته حملات ديانا. صرحت كارول بيلامي المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن الألغام الأرضية لا تزال بمثابة الجاذبية القاتلة للأطفال المسيرون بواسطة فضولهم وبحاجتهم للعب في الكثير من الأحيان مما يؤدي بهم إلى الهلاك.
حازت الحملة على جائزة نوبل للسلام في عام 1997، وذلك بعد بضعة أشهر من وفاة الأميرة ديانا. في غضون 5 سنوات أصبح زواج الأميرة ديانا والأمير تشارلز محفوفاً بالمخاطر، إذ تسبب عدم التوافق بين الزوجين والفارق العمري البالغ 13 عاماً بينهم في تدمير هذا الزواج، ذلك بالإضافة إلى اهتمام ديانا بصديقة تشارلز السابقة كاميلا دوقة كورنوال. وفي أوائل التسعينيات انهار زواج الأمراء، وهو الحادث الذي تم إخفاؤه عن الإعلام في أول الأمر إلى أن تم اكتشافه. ولجأت الأميرة ديانا كذلك والأمير تشارلز للتحدث لوسائل الإعلام ليلقي كل منهما اللوم على الآخر في إفشال زواجهما. عادت الأميرة ديانا بعد الطلاق لشقتها المزدوجة التي تقع شمال قصر كينغستون، ويذكر أنها كانت تتشارك في تلك الشقة مع أمير ويلز منذ السنة الأولى لزواجهما، وقد مكثت بها حتى وفاتها. كما أنها اعتادت التردد على مكتبين بقصر سانت جيمس. تعرفت الأميرة ديانا على جراح القلب البريطاني الباكستاني الشهير حسنت خان، والذي وصف بعد وفاة ديانا من قبل صديقاتها المقربات بأنه حب حياتها. في 30 من غشت 1997 كانت ديانا وصديقها عماد الفايد الملقب بدودي ابن رجل الأعمال محمد الفايد قبل ساعات من مقتلها متوجهين إلى فندق ريدز الذي يمتلكه لتناول العشاء. ويذكر أيضا أنه كان يمتلك شقة قريبة من الفندق في شارع أرسين هوساي، وكان الصحفيون والمصورون يلاحقانهما في المكان، مما جعل دودي يرتب مع معاونيه في الفندق لحيلة يخدع بها المصورين لإبعادهم عن مراهقتهما. فقاد السائق الخاص به سيارته الليموزين وخرج بها من المدخل الرئيسي للفندق، واستمر في السير فترة، ثم عاد مرة أخرى إلى الفندق، وبالفعل حدث ما أراد، وذهب المصورون لكي يتعقبوا السيارة بواسطة الموتوسيكلات. وللواحدة 1:30 صباحا وصلت ديانا إلى مستشفى لابتي سالبيتريير، ودخلت غرفة الطوارئ وأجرى لها الجراحون عملية لإيقاف النزيف عن الوريد الممزق. وفي أثناء العملية توقف القلب عن النبض فجأة، فحاول الأطباء إعادتها للحياة مرة أخرى عن طريق إنعاش القلب، ولكن فشلت كل المحاولات، وماتت ديانا في تمام الساعة 3:57 من صباح يوم الأحد 31 أغسطس 1997، وهي في 36 من عمرها. وقد وصلت جثثها بعد أيام إلى إنجلترا، وشيعت الجنازة في 6 سبتمبر 1997، وشاهدها نحو 2.5 مليون شخص حول العالم. وقد أحدثت وفاتها صدمة وحزنا كبيرا في أرجاء العالم. وقد أثار هذا الحادث المأساوي الذي لم ينجو منه سوى الحارس الشخصي الكثير من التساؤلات حول مدى إن كان حادثا طبيعيا أم مدبرا. سيظل حادث الأميرة ديانا ودودي الفايد حتى الآن مسار جدل ونقاش، حتى تكشف السلطات الإنجليزية والفرنسية عن ملابسات تلك الحادثة الغامضة والتي قيل فيها الكثير، والتي لا يزال الفايد الأب يحارب لكشفها، وبالرغم من أنه قد مر عليها سنوات، ولكنها ستظل تحتل الصدارة كلما تم فتح الموضوع من جديد. حادثة طبيعية أم اغتيال؟ سؤال لم يستطع المحققون الإجابة عنه، حيث أن هناك أدلة تشير أن الحادثة اغتيال، ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك، لأن حادث السيارة دائما يكون طبيعيا، ولكن الأدلة الواردة التي تجعل الشك يدور حول أن تكون العملية مدبرة. كان الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية يكره عشيق ديانا دودي الفايد، حيث أنه كان يسميه حشرة مليئة بالشحم. تكاثرت الأقاويل من قبل كبار الرموز حول العالم وكذلك عامة الشعب بسبب الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة للأميرة ديانا. استمر العديد من الأشخاص في وضع باقات الزهور والشموع والكروت والرسائل الخاصة أمام قصر كينغستون لعدة شهور. أحضر الأمير تشارلز وشقيقتي الأميرة ديانا الكفن الخاص بها من باريس في 31 من أغسطس عام 1997، كما تم كساؤه بالعلم الملكي، وكذلك تم دعوة كل من مسؤولي المؤسسات الخيرية التي عملت لديها الأميرة خلال حياتها لحضور الجنازة. صرح شقيق ديانا في تأبينها قائلا أنها لم تكن بحاجة إلى لقب ملكي لتبعث سحرها الخاص. تمت مراسم الدفن في اليوم ذاته، ولكن سرا في حضور زوج ديانا السابق وأبنائها ووالدتها وأشقائها وصديقة مقربة والقس. أثناء الدفن كان جسد ديانا مكسوا بفستان أسود اللون ذو أكمام طويلة مصمما بواسطة كاثرين ووكر، وقد اختارت تصميمه ديانا قبل عدة أسابيع من وفاتها. تم وضع مسبحة وردية بين يدي ديانا، والتي كانت قد تلقتها كهدية من الأم تيريزا
التي وافتها المنية في الأسبوع ذاته التي توفيت به ديانا. ويقع قبر الأميرة ديانا في جزيرة بارثور بارك، حيث يوجد منزل عائلة سبنسر منذ وقت طويل. وفي مراسم الجنازة والدفن تواجدت الكتيبة الثانية التي نالت شرف حمل نعش الأميرة في الفوج الملكي عبر الجزيرة، إلى أن وصلت إلى مستقرها الأخير. وضعت الخطة الأساسية بأن يتم دفن الأميرة في قبو العائلة سبنسر بالكنيسة المحلية بالقرب من غريت برينغتون، ولكن سبنسر خشي من الأمن والسلامة العامة وهجوم الزوار الذين من الممكن أن يغطي على غريت برينغتون، لذا فقد قرر أن تدفن ديانا في مكان آمن وقريب حتى يتمكن أبناؤها وأقرباؤها من زيارتها.